ثمينة جدا وتساوي الحياة، حتى أن الحيوان الأليف الصغير يفهم معنى الحرية، فكيف بالبشر؟ دليل على أنها كانت تنتظر حريتها في أي لحظة مناسبة. في أي لحظة مناسبة. هذه الغرفة تعتبر غرفة الكمبيوتر، وجهزت خصيصا للكمبيوتر. هذه الغرفة جهزت حديثا، وكذلك وصلتنا هذه الأجهزة، أجهزة الكمبيوتر، شاشة الكمبيوتر، الطابعة، علبة المفاتيح للكمبيوتر، وصلتنا كذلك حديثا، ويتم تركيبها قريبا هذه الأجهزة. هذه الأجهزة هي عطاء من عطاءات الرفيق الدكتور بشار حافظ الأسد، الذي نادى بالتطوير والتحديث. وأجهزة الكمبيوتر هي تعتبر أجهزة معلوماتية، وتدرس لمادة المعلوماتية في الصف الثاني الإعدادي. هذه الأجهزة هي عطاء كبير، حيث كنا قديما نستعمل السبورة فقط، أما اليوم أصبح جهاز الكمبيوتر متمشياً مع متطلبات العصر والحضارة التي نتسابق بها نحو الأمام. قريباً مثل ما قلت قبل قليل، سوف تركب هذه الأجهزة وتوضع بين أيدي طلابنا أو تلاميذنا الأعزاء، وسوف يتدربون عليها بكل دقة ونشاط، وتصبح لديهم الحصيلة العلمية التي يسارعون بها في بناء مستقبل سوريا، التقدم سوريا، الحضارة سوريا. بشار حافظ الأسد. في كثير شغلات سطحية بينساها الإنسان، بينما حالتنا بعمق التاريخ لا يمكن نسيانها. طبعا نحن اللي واعيين أولادنا ما بيعرفوا، خلقوا وشافوا أمامهم بحيرة، يفكروا هذا الفرات. نعلم أطفالنا أنه الفرات كان غير شكل، كان يمشي بالوادي عبارة عن نهر، كنا ننزل نسبح فيه، نتمشى جنبه. هني ما بيعرفوا يسبحوا الأولاد، ليش؟ لأنه ما تعلموا، يخافوا من البحيرة، بيقرأوا. وهي أول مرة بالتاريخ يتغير شكل النهر بشكل كبير، وما عاد في نهر بالأساس، عبارة عن بحر. تشوف أمامك بحر، ما في نهر.
راح النفس خلاص.